اهلا بكم مشاهدينا في متابعه اخباريه جديده على شاشه النيل للاخبار. نحن في انتظار في غضون بعض الوقت القصير في بدء اولى جلسات محاكمه الرئيس المعزول محمد مرسي و131 متهم اخر من تنظيم الاخوان الدولي. في انتظار هذه المحاكمه التي تعقد باكاديميه مقر اكاديميه الشرطه بالتجمع الخامس، نتحدث عن هذه المحاكمه، عن الاجواء وعن الاتهامات الموجهه لتلك العناصر وعلى رأسها الرئيس المعزول محمد مرسي، وأكبرها هي تهم التخابر وأيضا تهريب السجناء من سجن وادي النطرون كما هي معروفة إعلاميا. معنا في الاستوديو للتحليل وللنقاش والوقوف على تفاصيل هذه المحاكمة التي ستنقل وقائعها على شاشة التلفزيون المصري حصريا مباشرة على الهواء وليس تسجيليا في حال أو فور بدء وقائع هذه المحاكمة. ونحن نتابع ونحن في انتظار البدء، معنا في الاستوديو الاستاذ محمد زارع المحامي بالنقد ورئيس المنظمه العربيه للاصلاح الجنائي. صباح الخير استاذ محمد. وايضا الدكتور رفائيل بولس وهو الخبير القانوني ورئيس حزب مصر القوميه. اهلين دكتور رفائيل. يعني قضية كبيرة، قضية بارزة بالطبع وتسيطر على المناقشات وأيضا لها انعكاساتها على المشهد المصري. نبدأ، كيف ترون هذه القضية اليوم وأهم الاتهامات الموجهة للمتهمين وعلى رأسهم الرئيس المعزول مرسي؟ البداية معك الأستاذ محمد زارع. يعني في اعتقادي أن القضية النهاردة والاتهامات الموجهة للرئيس السابق محمد مرسي والتنظيم الإخوان المسلمين وأيضا لقوى إقليمية يعني زي جماعة حماس وحزب الله، دي جرائم خطيرة جدا. يعني أظن أنها أيضا هتفسر كتير من المشهد اللي حدث يعني أثناء 25 يناير 2011، وأنه اللي حدث في مصر رواكب ثورة الشعب المصري وركوب تنظيم الإخوان المسلمين على الثورة ومحاولة تقويضها ومحاولة السيطرة على أركان الدولة المصرية. أنا أظن أن المحاكمة ديت هتفسر كتير من الأشياء، أنه لو ثبتت الاتهامات اللي وجهت إليهم وما نشر عنها حتى الآن هتبقى اتهامات خطيرة جدا وهتوضح كتير للرأي العام وللشعب المصري والعالم إزاي مصر كانت في مؤامرة كبرى بتحاك بيها في الفترة بتاعت 25. سنتحدث عن هذه الاتهامات وعلى ما استندت إليه النيابة العامة في توجيه اتهاماتها للمتهمين، ولكن أتوجه للدكتور رفائيل، يعني ما هي الإجراءات القانونية المتوقعة اليوم مع بدء الجلسة الأولى للمحاكمة؟ هي تعتبر جلسة إجرائية. غالبا ما يحدث مثل هذه القضايا أمام محكمة الجنايات أن ممثل النيابة بيتلو الاتهامات على المتهمين، وبالتالي المتهمين بديهي بينكروا تلك الاتهامات، ثم يبدأ الدفاع في طلباته. أول جلسة الدفاع لم يطلع على الأوراق فبيطلب أجل للاطلاع على الأوراق. المحكمة بتدي أجل للاطلاع على الأوراق، فده أمر طبيعي. لكن لما نبص على الاتهامات المنسوبة للمتهمين، اتهامات عديدة وخطيرة قد تؤدي إلى الإعدام. إحنا النهاردة أمام جماعة إرهابية أدت في الاتهامات في هذه القضية اقتحام السجون ومنها سجن وادي النطرون، استعمال أسلحة ثقيلة في هذا الاقتحام، قتل بعض الضباط وبعض المجندين الحراس في هذه السجون وبخاصه سجن ترى سجن وادي النطرون. فاصبح النهارده تلك الاتهامات اللي موجوده خطيره، ده فيها قتل، اذا فيها اعدام، طالما في قتل في اعدام. فلا بد من ان تكون المحكمه على يقظه تامه لتلك الاتهامات وتحقيق اوجه الدفاع حتى تكون محاكمه عادلة يستطيع كل طرف فيها أن يبدي كافة دفوعه.
نعم، تحدثنا عن هيئة الدفاع عن المتهمين، يعني ما هو الجديد في هذا الشأن؟ من هم المحامون؟ وقد سمعنا أن الدكتور سليم العوة قد اعتذر عن الحضور لأسباب شخصية خاصة به، يعني لن نعلمها حتى الآن. وكان الرئيس المعزول يقول أنه لا يريد أحد أن يدافع عنه. هل قانونيا وجوب وجود محامين للدفاع عن المتهمين؟ ومن تم يعني كيف تم اختيار الأسماء؟ هو طبعا من حق كل متهم ان يكون المحامي يدافع، ولكن حال هو عدم رغبته، هل في حاله عدم رغبته او في حاله انه ما وكلش حد، المحكمه عليها انها يعني تعين محامي للدفاع عنه، لانه امام محكمه الجنايات في وجوب ان يكون في محامي بيدافع عن كل متهم. نعم. ولذلك المساله مش اختياريه. نعم. ومش كمان برغبه المتهم، يعني قد يقوم المتهم باجراء تكتيكي لاعاقه المحاكمه بانه ما يوكلش حد وانه يرفض اي محامي وانه يقول انا هدافع عن نفسي. ده في طبقا للقانون الاجراءات في الحاله التي نتحدث عنها، هذه المحاكمات يعني تم تعيين هيئه الدفاع ام تم توكيل هذا المحامين والاخرين من قبل المتهمين انفسهم؟ ده اللي هيحدث النهارده في الجلسه الاجرائيه. انه بعد تلاوه الاتهام من النيابه ثم هيبداوا في يعني يعني الحديث عضو المقاطعة. استاذ محمد، سننتقل الى مقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، حيث تعقد اولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول والمتهمين. ومعنا من هناك مباشرة مراسلنا علاء رشوان لاطلاعنا على اخر المستجدات لديها. علاء، ما هي الصورة لديك؟ ومتى هل تكشف متى سيتم بدء وقاع المحاكمة، خاصة ان المتهمين قد وصلوا؟ ماذا عن هيئة المحكمة؟ مي، لك التحية والتحية أيضا لضيفك الكريم، والتحية موصولة لمشاهدي أنيل الكرام. بالفعل بدأت منذ نحو نصف ساعة إجراءات محاكمة الرئيس المعزول في القضية المعروفة إعلاميا بقضية الهروب من سجن وادي النطرون. اتصالا لحديث ضيفك الكريم، بالفعل وصلت هيئة الدفاع منذ نحو 45 دقيقة تقريبا، من بينهم المحامي محمد طسن والمحامي محمد الضماطي. تواصلنا معهم، أكدوا لنا أن الدكتور محمد سليم اللي هو غاب عن حضور هذه الجلسة لأسباب قالوا إنها شخصية. يعني فيما عدا الإجراءات الأمنية المشددة التي يشهدها محيط الأكاديمية، تبدو الأمور هادئة، غاب تماما عن المشهد أي تواجد أو أي ظهور صار الرئيس المعزول او اي فعاليات حتى في محيط الاكاديميه. اجراءات امنيه مشدده تشمل الدفع ب 8000 ضابط ومجند في محيط الاكاديميه وفي التقاطعات ومداخل ومخارج اكاديميه الشرطه حيث المحاكمه. كذلك تم الدفع ب 50 تشكيل من تشكيلات الامن المركزي و 75 مجموعه قتاليه تولت الانتشار في جميع ارجاء المنطقه، منطقه القاهره الجديده. كذلك تم الدفع بعدد كبير من خبراء المفرقعات للكشف عن اي سيارات او اي امتعه قد تحوي اي متفجرات او اي اجسام معدنيه مشبوهه. تم كذلك الدفع باطقم كبيره من رجال قطاعي الامن العام والامن الوطني في وزاره الداخليه لتوسيع دائره الاشتباه في محيط الاكاديميه داخل الاكاديميه وخارجها للاطلاع على اوراق ثبوت الصحفيين والاعلاميين وربما حتى المره بالقرب من محيط هذه الأكاديمية. الإجراءات الأمنية أيضا شملت إجراءات مشددة، إجراءات تأمينية مشددة حول المستشار شعبان الشامي وهو رئيس الجلسة، خوفا من أي عمليات اغتيال أو أي عمليات من قبل تنظيم الإخوان. تعلمين معي أن هذه القضية يحاكم فيها 130 متهما، من بينهم الرئيس المعزول، بالإضافة إلى 19 من تنظيم الإخوان، من بينهم محمد البلتاجي وعصام العريان و رشاد بيومي وآخرين. الحاضرون هنا من المتهمين هم 20 متهم، من بينهم بالطبع الرئيس المعزول، فيما يتبقى عدد لا يقل عن 110 من المتهمين من رجال تنظيم أو عناصر تنظيم الجماعة، جماعة الإخوان المسلمين وتنظيم الإخوان الدولي
وحركة حماس وحزب الله اللبناني. هؤلاء يعني صادر بحقهم أوامر ضبط وإحضار ولكنهم لا زالوا هاربين. تشهدين معي في الخلفية ربما كاميرا الزميل ترصد لنا الإجراءات الأمنية حيث تمركزت 6 مبرعات خاصة بقوات الجيش، تمركزت على البوابة الرئيسية بوابة رقم 8 وهي البوابة المخصصة لدخول الصحفيين والإعلاميين وكذلك هيئة الدفاع والمدعين بالحق المدني. مي كما ذكر ضيفك الكريم هذه الجلسة جلسة إجرائية سوف تقوم النيابة بتلاوة أمر الإحالة الذي يتضمن الاتهامات المنسوبة للمتهمين وكذلك العقوبات التي يعني ينص عليها القانون في مثل هذه الحالات، أي أن هذه الجلسة من المتوقع أن تستغرق وقتا قصيرا. سوف يعني يتقدم فيها الدفاع كما تواصلنا مع بعض من هيئة الدفاع، سوف يتقدم فيها الدفاع إلى المنصة بطلب للتأجيل للاطلاع على أوراق ومستندات القضية. بالطبع سوف يعني نطلعكم على مستجدات الأمور أولا بأول خلال خدمتنا الإخبارية المقبلة بإذن الله. إليك مي. نعم بالطبع علاء وشكرا، وقد أفدت بأن المحاكمة قد بدأت وقائعها بالفعل منذ 15 دقيقة ويبدو يعني أو بالطبع أن الاعتبارات الأمنية بعض الشيء تسبق الاعتبارات الإعلامية، وسوف نتابع مستجدات الوضع وكيف تسير هذه المحاكمة التي كما أشرنا هي ستكون جلسة إجرائية ولن تستغرق الكثير من الوقت، كما نتابع مع ضيوفنا هنا يعني ونستكمل الحديث أستاذ محمد والدكتور رفائيل. وكنا نتحدث أستاذ محمد عن هيئة الدفاع وما المتوقع أن تطلبه اليوم من هيئة المحكمة. مؤكد أنه يعني لو في دفاع تم اختياره من قبل المتهمين بيكون مهمته أول حاجة الاطلاع على أوراق القضية، فمؤكد أنه هيتم يعني طلب التأجيل للاطلاع. في حالة عدم وجود دفاع المحكمة يتعين عليها أنها يعني تنتدب محامين للدفاع عن كافة المتهمين في تلك القضية، وأيضا هذا الأمر يتطلب إجرائي آخر اللي هو اللي ممكن بسببه يتم تأجيل القضية. طبعا لو التأجيل بسبب اختيار المحامين ما أظنش ده محتاج وقت كبير، يعني ممكن يكون ناس في القاعة يتم انتدابهم فورا، لكن أظن أن الاطلاع خاصة أن احنا عرفنا أن أوراق القضية ضخمة جدا، فأنا أتصور أنه ده بيحتاج وقت ربما للاطلاع يعني للوقوف على الاتهامات، وده بتقدره المحكمة في حينها، يعني تقدر تختار التوقيت المناسب للاطلاع المحامين على أوراق القضية. نعم دكتور رفائيل، يعني ما هو المدى الزمني المتوقع أن تستغرق تلك المحاكمة وليس فقط جلسة اليوم في طبيعة في مثل هذه القضايا، وأيضا إلى ما استندت النيابة في الاتهامات التي وجهتها للمتهمين وعلاقة قضية وادي النطرون بالقضية التي نظرتها جنح مستأنف الإسماعيلية، يعني علاقة هل اعتمدت النيابة على هذه القضية؟ كويس، هو بداية القصة بداية القضية دي نرجع لثورة 25 يناير، ثورة شعبية قام بها الشباب ضد النظام الفاسد السابق نظام الرئيس حسني مبارك. في 28 يناير سرقت الثورة بمعرفة الإخوان المسلمين، قدروا من يوم 28 يدخلوا السجون كلها، يقتحم السجون سواء أقسام الشرطة سواء السجون العمومية، يخرجوا المسجونين اللي هم معظمهم من الإخوان ومن حماس ومن حزب الله. فحصل فوضى في الشارع، المساجين دي طلعت في الشارع أحدثت فوضى عارمة على مستوى الجمهورية كلها. في ذلك اليوم تقريبا سقطت الشرطة، لم تستطيع أن تواجه الفوضى العارمة اللي أحدثتها مجموعة مسلحة جاية من حماس مع مجموعة مسلحة من حزب الله. اقتحمت السجون العمومية وأهمها سجن وادي النطرون لأن هو اللي فيه القيادات الإخوانية، محمد مرسي وسعد الكتتني والمجموعة دي هربت في هذا اليوم
حدثت مكالمة تليفونية ما بين محمد مرسي وقناة الجزيرة في ذلك اليوم، مكالمة خطيرة جدا 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 على تليفون ممنوع استخدامه اللي هو بيسموه الخط السرية، فده هذا الخط أو هذا التليفون ممنوع استعماله داخليا. كيف توصل محمد مرسي إلى استعمال هذا التليفون؟ كيف استطاع أن يخاطب قناة الجزيرة ويوصف لهم هو فين في كيلو 67 وسجن ترى سجن وادي النطرون والمواصفات ومين معاه وهيئة مكتب الإرشاد والناس الآخرين 131 محبوس أو 100 بالضبط كان 121 محبوس اللي هربوا من هذا السجن.